ان التتويج بعد نهاية الاشواط. استعدوا ايضا يا الفائزين بالكؤوس في هذا المساء. هناك ايضا شوطنا المنطلق وهو الشوط السادس وبصوت زميلي عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب في هذا المساء الاستثنائي الخطير، في هذه المعارك، في هذه المطاحن التي تدور رحاها على أرضية ميدان التحدي. انطلق على بركة الله شوطنا السادس الخاص بسن القعدان، الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط النسان التي تنتظر يا اخواني، تنتظر يا اهل الشعارات، تنتظر يا اهل الاصايل خلف خط النهاية. انطلقت هذه الشعارات، ابحرت واقلعت على أرضية ميدان التحدي، حاضرة من أجل التحدي. أسير مع المركز الأول لأتابع وأراقب مقدمة الأسماء، يتقدم ليث ومحمد بن صالح بن حمد بن جرحب من يقدم لنا انطلاقة ليث على المركز الأول، بينما النقلة والدور إلى المركز الثاني. أتابع القادم والحاضر القناص عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، مقدم لنا القناص في محاولات لاقتناص هذا الناموس، في محاولات لانتزاع هذا الشرف الكبير. بينما المركز الثالث أتابع القدوم مع الشامخ وراشد بن عبد الله المغرز، من يقدم لنا انطلاقة الشامخ على المركز الثالث. رابعا أتابع وأراقب الحضور من قبل شاهين، الماركة الشاهينية تحضر، وأبناء نجران يتقدمون ويحضرون من جنوب المملكة العربية السعودية، حاضرين وقادمين من أجل التحدي. حمد بن علي بن محمد آل عويره الكربي يتقدم ويقدم لنا شاهين في هذا الثبات من أجل إثبات الوجود. المركز الخامس القدوم مع الفاضلي مبارك بن سالم بن مبارك الفهيدة المري، يتقدم ويقدم لنا انطلاقة شعاره مع تحركات الفاضلي على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الصراع ما بين الخمس الكبار وما بعد الخمس. يا هي من أسماء لوحة الألف والمئتين متر الأخيرة والموتر والتسعيرة في الانتظار. يا أهل القعدان في هذه المطحنة، في هذه المعركة، العودة إلى مقدمة الشوط والقناص القناص القناص، ولكن شعار المغرز بدأ في الاقتناص في هذه اللحظات. الشامخ في مكان الشموخ، في مكان الرفعة، في مكان العزة، ولكن المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وتقدم مجد عامر بن صبيح بن حميد بن عامر الزرعي، يتقدمون ابناء السلطنة، وكذلك الوصول والقدوم مع ملهم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يصل، ولكن شعار المغرز مع المركز الاول، مع انطلاقة الشامخ، مع الامتار الاخيرة، الأخيرة والنهائية، شعار المغرس حتى هذه اللحظات يحكم القبضة. المركز الثاني وصل شعار الزرعي، هنا يتقدم مع مجد عامر بن صبيح، ما بين بن صبيح وما بين المغرس، ولكن المغرس الشامخ في الأمتار الأخيرة وانتزع وذهب إلى الانتصار الكبير، إلى مكان
مكان الشموخ إلى مكان الرفعة إلى مكان العزة. سلام يا المغرس سلام، تهانينا تهانينا والناموس لمالك الشامخ راشد بن عبد الله بن عبد الله المغرز المري المركز الثاني. وصل مجد لعامر بن صبيح بن حميد بن عامر الزرع المركز الثالث. كان الحضور مع مشبب لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي المركز الرابع. كان الحضور مع ملهم لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الخامس. كان الوصول مع مشبب لنادر بن زبران بن محمد العجمي. إذا تهانينا والناموس لمالك هذا البطل الشامخ من حضر راشد بن عبد الله المغرز المري. 5 دقائق 58 ثانية 78 جزءا من الثواني. سلام يا المغرز سلام المركز الثاني. كان الحضور مع ثاني الأسماء مجد لعامر بن صبيح بن حميد بن عامر الزرعي مع المركز الثاني. 5 دقائق 59 ثانية 57 جزءا من الثواني. بينما المركز الثالث وصل على ثالث الأسماء مشبب لمحمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. 6 دقائق وثانية وحيدة و31 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.